احنا دلوقتي يعني المفروض الامريكان يجيبوا لنا حقنا ولا نعمل ايه؟ ولا يعني ده احنا كان المفروض نوقع امبارح. هو يا فندم ما حدش هيجيب لنا حقنا، انما احنا نستغل الموقف. الموقف ان امريكا هي اللي دعت لهذه السلسله من المفاوضات، المفروض امريكا تعلن رسميا اسباب فشل هذه المفاوضات وماذا فعلت اثيوبيا والموقف الدولي من مصر. لا هي